ولد العلامة المحقق أبو نبهان جاعد بن خميس عام 1147 هجرية، تتجلى مكانته العلمية والأدبية المتميزة عبر مؤلفات فقهية وسلوكية أسس فيها لمن جاء بعده تيار الشعر الصوفي في الأدب العماني. مؤلفاته رحمه الله طرق كثيرا من العلوم وألف فيها، فمن العلوم الأدبية كالنحو والصرف والبديع والقوافي وغير ذلك من العلوم الأدبية واللسانية، ومن الفقهية أصول الدين والأحكام وفقه الشريعة الإسلامية بكاملها، فقد ألف فيها الكثير بمختلف العبارات، ونظم في السلوك وعلم الأخلاق وعلم النفس وتهذيبها. ومن أشهر مؤلفاته كتاب الدقاق، وكتاب أحكام المدارس والمساجد، وكتاب أحكام البيوع والرهن والشفعة، وكتاب أحكام التزويج والطلاق والعدد، وكتاب الأيمان والإيلاء. وفي فقه الدين أيضا ألف ما يزيد على أكثر من 5 أجزاء، ابتداء من الطهارة إلى أحكام الحج والزيارة. يعتبر العلامة أبو نبهان جاعد بن خميس يعتبر لدى الدارسين تلميذا للعلامة الكدمي، وهو من علماء القرن الرابع الهجري، نظرا لكثرة استشهاداته به فضلا عن تقريضه لكتبه. لكن أبا نبهان رجع في مؤلفاته أيضا إلى مؤلفات العلماء العمانيين في القرنين الخامس والسادس الهجريين، مثل كتاب بيان الشرع في 72 مجلدا، وكتاب الكفاية في 52 مجلدا، وكتاب المصنف في 50 مجلدا. عرف العلامة أبو نبهان بروح التأمل الروحي العميق، هذا التأمل هو ما قاده ليكون واحدا من أكبر الشعراء المتصوفة عبر التاريخ، يدلل على ذلك قصيدته الشهيرة حياة المهج، والتي نظراً لغموض رموزها الإلهية واستبطانها الصوفي العميق شرحها بنفسه، وهي مع ذلك حتى الآن أكثر القصائد التي ذهبت عميقاً في دراسة النفس الإنسانية وما جلبت عليه من الشر والعصيان. أما قصيدته فريدة التغريد وقاعدة التوحيد، فهي تدلل على موهبته الشعرية الفذة التي رسخها لروح التأمل الإلهي الصافي، وهي نظراً لغنائية مفرداتها وعذوبة ألفاظها أصبحت ما يتردد في المجالس وقاعات الدرس حتى يومنا هذا. أما وفاته رحمه الله فقد توفي عن عمر يناهز 90 عاما، وتوفي في يوم الخميس نصف النهار من ذلك اليوم الثالث من شهر الحج عام 1237، ودفن في بلد إقامته التي ولد فيها، وهي قرية العليا من وادي بني خروس. وكان قبره على رأس فلج الحيل، وقبره مشهور ومعروف عند أهل بلده، وقد كتب تاريخ وفاته في حجرة أعلى من قبره. أما آثاره التي عمرها وبناها في حياته، فمنها حصن العوابي ومسجد الحشاة وتأسيس فلج العوابي على إشرافه
ونفقته بتنفيذ أخيه محمد بن الخميس، وذلك في القرن الثاني عشر الهجري. وعلى هدي العلامة المحقق أبو نبهان جاعد بن خميس مؤسساً للشعر الصوفي في عمان، سار لاحقاً خلال القرنين التاسع عشر وأوائل القرن العشرين شعراء أضافوا إلى تجربته تجارب استقت الشعر الإلهي من تجربته التأسيسية الهامة، وهم العلامة الشاعر سعيد بن خلفان الخليلي المتوفى عام 1287 هجرية، والشاعر ناصر بن سالم بن عديم الرواحي المتوفى عام 1339 هجرية.